بعدين برضه يعني كان عنده خشوع كامل اثناء الصلاه جدا جدا بطريقه يعني انا كنت يعني اتفرج عليه كده اقول ازاي كده طب انا عايز اعمل ازاي واعملها ازاي طيب آه. تيجي ازاي يعني بهذا الاستغراق وهذا الدوبان في حب الله عز وجل والتفرغ للصلاه يعني النزعه الدينيه والايمانيه كانت عنده منذ الصغر لأنه لان هو لحد ما كان رئيس الدوله لازم يختم القران في في رمضان ثلاث مرات ثلاث مرات لازم مشغول مش مشغول عنده مؤتمرات في مشاكل فيه هم ثلاث مرات لازم يخلص يعني هو رئيس جمهورية مصر آه. كان يختم القرآن في رمضان ثلاث مرات ثلاث مرات وكان آخر عشر أيام في رمضان يحاول يعملوا نوع من الاعتكاف طبعا ما كانش بيملك أول اعتكاف إنما طبيعي. دي كانت في دماغه إن حكاية الاعتكاف مم. من دي هنا طلع عليه لقب الرئيس المؤمن والله هم اللي قالوا يعني عشان في ناس من الكارهين يقول لك سمي نفسه في حد بيسمي نفسه رئيس لا طبعا انا عشان بقول لك اطلق عليه اطلق عليه علي اه اه الرئيس المؤمن <applause> الرئيس المؤمن امم آه رئيس انور رحمه الله عليه رحمه الله عليه عمره ما بص لاولاده آه لاخواته على نوم اخواته دايما يبص لهم على نوم ولاده امم فالوالد يقول له يا انور يعني ربنا يكرمك يا, يا ابني بتاع وتعب يقول له يا بابا سيبني يا بابا اعمل اللي انا عايزه رغم ان هو مش الكبير هو ما هو اللي هو, هو تاني هو تاني تاني اكبر الاخوات آه اصل آه. دايما النزعه دي بتبقى موجوده عند الكبير اللي هو آه. البكري آه. بيحس دايما طول الوقت ان اخواته الصغيرين هم اولاده آه. فدي كانت موجوده عند الرئيس انور رغم ان هو كان تاني الاخوات بالظبط كده آه وكان بر بقى ب... طب قول لي يعني خلينا في البدايات كان في التعليم عامل ايه؟ هو في التعليم كان متفوق مم. ونبيه لان حتى بعد ما خد الثانويه العامه التوجيهيه زمان يعني أي. طلع الاول فمدير السلاح قال له اقعد جنبي هنا ما انتش راجع تاني للمش خلاص انت اعتبارا من اليوم ظابط اشاره وبقى ظابط اشاره ده نظرا لاعجابه وقدراته اه هو طلع الاول على الدوره تمام وده مستواه هو برضه طول عمره هل وهو صغير اثناء تعليمه في التوجيهيه كان حلمه انه يخش الحربيه؟ اه كان حلمه اه يعني هو شايفها من بدري ان هو عايز يبقى ظابط بالظبط كده بالظبط رغم انه وقتها فكره الدخول الكليه الحربيه وان انا ابقى ظابط دي ما كانتش متاحه لاي حد لا عارف حضرتك كانت ساعتها يعني أوه. الولاد الزوات وولاد الناس قوي ومش عارف ايه وفيلم رد قلبي بقى وانت فاكر <applause> الزمن ده <applause> أيوه. أيوه. لكن طول الوقت الحلم ده كان عنده كان عنده كان عنده ليه لأن هو من نشأته كده ضد حاجتين اتنين ضد الاستعمار الإنجليزي اللي كان حاصل وضد الملك لإنه كان شايف ان هو ماشي مع الإنجليز الإنجليز الطيار ده فهو ضد الاتنين دول وعايز بأي طريقة وبأي تمن يخلص مصر من الاتنين دول من الملك القصر بيسموه القصر يعني والإنجليز, والانجليز